حاولت تكون أفكار خفيفة سريعة بالتحضير وتحمل رسالة أو شيء معبر للمشاهد وشيء جديد. فخطرت لبالي فكرة القهوة، الرسم بالقهوة. عبد الرزاق اللبن، العمر 30 سنة، مهجر من ريف حماة الشمالي من مدينة كفر زيتا. بدأت معي الهواية واللي هي هواية الرسم بالإضافة لهوايات تانية كثيرة. بدأت معي من سن مبكرة، يعني من أيام كنت بالابتدائي صف رابع أو خامس. حاولت أطورها كثير بإمكانيات ذاتية. بستخدم كثير أنواع من الرسوم، عندك مثلا الرسم بالألوان الزيتية، الألوان المائية، بالشمع، بالقهوي، بالفحم، بالرصاص. المواد اللي بستخدمها بمجال الرسم بالقهوي مواد بسيطة جدا، عبارة عن القهوي المادة الأساسية وفنجان ومعلقة الطعام، معلقة عادية. يعني حبيت تكون أدوات بعيدة كل البعد عن مجال الرسم عشان أقدم فكرة جديدة أو أثبت قدرتي بهذا المجال باستخدام أدوات ما لها أي علاقة بموضوع الرسم. اللوحات بتحمل كتير أفكار، حتى في موضوع الرسم بالكلمات أو الرسم بالأحرف العربية، كمان هذا تطرقت له مؤخراً، أنه أنت تشكل لوحة بمجرد حروف أو كلمات، لوحة ذات معنى أو ذا رسالة بدك توصلها. الفكرة نفسها اللي بصيغة ببالي أو من تأليفي ككتابي بحولها للوحة، أو أحياناً بيكون موضوع شدني أو لفت انتباهي، موضوع اجتماعي، موضوع سياسي، بصيغه على شكل لوحة مرسومة. بدرس بالجامعة، طالب جامعي، فيعني في أقساط الجامعة، في مصاريفك الأسرية، التزاماتك، مسؤولياتك، هذا الشيء عم بيشغلني وعم بياخذ من وقت كثير، ما عم بقدر أنه أتفرغ لهوايتي اللي أنا بحبها اللي هي الرسم. كنت بتمنى أنه أخدم هاي الهواية أنه تكون فرصة عمل أو شيء أقدر منه سد كل النفقات اللي علي أو اللي أنا مسؤول عنها.